مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة تجديد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، متوجها إليه باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه بأحر التهاني وخالص تمنياته له بالنجاح في مواصلة مهامه السامية. رئيس الجمهورية أعرب بالمناسبة عن ارتياحه لجودة العلاقات الشخصية المتسمة بالثقة والمودة والتطورات التي أحرزتها ولو نسبيا الشراكة الجزائرية الفرنسية بفضل التفاني والالتزام، متمنيا أن تكون العهدة الجديدة ثرية بالجهد المشترك في مسار العلاقات الثنائية للوصول بها إلى أفضل المستويات المأمولة. رئيس الجمهورية أبرز تقديره لأهمية الفرصة التاريخية المتاحة لاستشراف المستقبل والتكفل بالطموحات بشجاعة ومسؤولية. رئيس الجمهورية أكد أن الرؤية المجددة المنطلقة من احترام السيادة وتوازن المصالح التي يتقاسمها البلدان فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية والمشاورات السياسية والاستشراف الاستراتيجي وكذا التعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل المشترك، من شأنها أن تفتح للبلدين آفاقا واسعة من الصداقة والتعايش المتناغم في إطار المنافع المتبادلة. تشارك الجزائر ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج في ندوة بمناسبة إحياء الذكرى 60 لإنشاء المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا بالعاصمة أنقرة، والتي تتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري. الندوة تتناول موضوع دور الهيئات الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية. مبعوثة التلفزيون إلى تركيا فتحية بالعليا. الجلسة الافتتاحية التي عرضت خلالها الدول المشاركة دور محاكمها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وركزت على التجربة التركية الرائدة في هذا المجال، ألقى خلالها رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج دور هذه الهيئة الدستورية الجديدة في تفسير أحكام دستور 2020 باعتبارها لبنة أساسية في الإصلاحات التي بشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إن مشاركتي لكم اليوم لاحتفالاتكم بمرور 60 سنة على إنشاء المحكمة الدستورية التركية باعتبار أول رئيس للمحكمة الدستورية الجزائرية الفتية، والتي تم تنصيبها منذ فترة لا تزيد عن 6 أشهر، والتي تعتبر لبنة أساسية في الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه. رئيس المحكمة الدستورية أكد في كلمته على المكان المرموق التي تحتلها هذه الهيئة الدستورية في البناء المؤسساتي والذي جسده دستور 2020، كما أكد من جهة أخرى على الإرادة السياسية للجزائر وتركيا في تعزيز تعاون ثنائي في هذا المجال. لقد تزامن تجسيد هذه الاستحقاقات الانتخابية مع تنصيب المؤسسات الدستورية الجديدة وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية أهمية خاصة في مشروعه الإصلاحي الذي جسده تعديل الدستور من أجل بناء جزائر جديدة تجسد دولة الحق والقانون قوامها حماية الحقوق والحريات وأساسها تكريس النظام الديمقراطي في بلادنا القائم على الفصل والتوازن بين السلطات. مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، قام السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الفرقة الأولى المدرعة بالناحية العسكرية الخامسة. وليد ساري.
في البداية وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء نور الدين حملي قائد الناحية العسكرية الخامسة، كان للسيد الفريق لقاء مع إطارات الناحية العسكرية الخامسة، حيث ألقى خلاله كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أشاد فيها بالنتائج الباهرة التي تحققها قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب. لا يفوتني بمناسبة هذه الزيارة الإشادة والتنويه بالنتائج الباهرة التي ما فاتية يحققها الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب، لا سيما على إثر العملية النوعية التي قام بها أفرادنا البواسل في القطاع العسكري سكيكدا بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد معتبر من الإرهابيين وإلقاء القبض على آخرين، حيث تمكن أفراد الوحدات المشاركة على إثر الجهود الجبارة التي بذلوها خلال تنفيذ هذه العمليات الناجحة بفضل عزمهم وإصرارهم وكذا تحليهم بكل ما يتطلبه الأمر من فطنة وشجاعة وانضباط، من تحديد مواقع هؤلاء المجرمين وتعقب آثارهم دون هوادة، مما مكن من دحر هذه الشرذمة الضالة خونة الأمة وإحباط مشاريعهم الإجرامية الدنيئة التي تستهدف المساس بأمن المواطنين. السيد الفريق أكد أن اعترافات الإرهابيين الموقوفين فضحت تواطؤ منظمة راشاد الإرهابية مع الجماعات الإجرامية الناشطة داخل وخارج البلاد، وبرهنت على صوابية المقاربة المتبنات من قبل القيادة العليا تجاه آفة الإرهاب والمنظمات التخريبية. ولقد تبع الشعب الجزائري باهتمام شديد اعترافات الإرهابيين الموقوفين الذين أقروا بخطيئتهم تجاه الوطن والشعب. هذه الاعترافات التي فضحت تواطؤ منظمة رشاد الإرهابية مع الجماعات الإرهابية الناشطة داخل وخارج البلاد، وأسقطت القناع عن مخططاتها المشبوهة، وأماطت اللثام عن الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء المخربين لبلادنا الجزائر، واستعدادهم للتحالف حتى مع عدو خارج من أجل الوصول إلى ماريبهم الخبيثة، وهو الأمر الذي يجب أن يعيه كل جزائري ويتيقن منه ويعمل رفقة كافة الخيرين في هذا الوطن من أجل إفشال هذه الدسائس. كما أن هذه الاعترافات برهنت مرة أخرى على صوابية المقاربة المتبانات من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تجاه آفات الإرهاب والمنظمات التخريبية، وتؤكد لهؤلاء المخربين أن الخروج عن المجموعة الوطنية وحمل السلاح واستعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع ولا يخدم سوى مصالح أعداء الجزائر. في ختام اللقاء أسدى السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جملة من التوجيهات والتعليمات التي تندرج في مجملها في إطار تثمين النتائج المحققة
على مستوى هذه الناحية العسكرية، وكذا ضرورة الرفع من درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المستجدة، قبل أن يستمع مطولا لاقتراحات وانشغالات الإطارات والمستخدمين. طبيعية للبلاد، وبعد سنوات من البحوث والعمل ستشرع الجزائر في استغلال واحد من أكبر المناجم في مادة الزنك بقدرة إنتاج 170 ألف طن سنويا. المشروع الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة بالشراكة مع الشركة الأسترالية تيرامين، من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع العائدات. ملك درحمون. بطاقة إنتاج قدرت ب 170 ألف طن سنويا من أجود أنواع الزنك، الجزائر ستشرع في استغلال واحد من أكبر المناجم هنا بوات أميزور بولاية بجاية، حيث قدر احتياط الزنك والرصاص ب 34 مليون طن. المشروع هذا بإذن الله يكون منتوج ساعه يعني حوالي 170 ألف يعني من حيث الزنك و30 ألف رصاص. هذه الشراكة توجت بمشروع، هذا المشروع يعني هو مشروع الزنك والرصاص المتواجد ببلدية تلا حمزة أميزوغ، هو مشروع يعني مهم جدا. نحن لجنة متكونة من 8 أعضاء كل في اختصاصه، عندنا دي جيولوج دي فيزيسيان دي اغرونوم دي هيدرولوج دي بسيكولوج دي جوريست مام اي موي مام ايكونوميست افيك مون ايكيب qui allons nous intéresser à l'étude de l'exploitation de la mine et du côté économique, du côté technique et du côté environnemental surtout. المشروع من شأنه تلبية احتياجات السوق الجزائرية من هذه المادة، كما أنه يوفر العملة الصعبة أيضا، مما يجعل الجزائر في صدارة الدول المنتجة للمواد الطاقوية والمنجمية الهامة في العالم. لفوائد هذا المشروع أولا خلق مناصب الشغل بالمئات، مناصب الشغل مباشرة بالمئات، ومناصب الشغل غير مباشرة تقريبا 4000 منصب شغل، كذلك إنشاء مصانع تحويل لهذه المادة الأولية. ثالثا تستفيد منه الجماعات المحلية في إطار لا فيسكاليتي، كجماعات محلية كالبلدية المجاورة أو على مستوى ميزانية الولاية، كذلك إنشاء مشاريع تحويلية. ضف إلى ذلك إنشاء هياكل قاعدية من طرقات وسكك حديدية. إضافة إلى ذلك سيكون هناك أساتذة جامعيين مختصين في البيئة الذين سيقومون بمرافقة هذا المشروع. البحث عن بدائل استراتيجية لعائدات النفط يبقى الهدف الأساس الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه، والبداية من خلال استغلال الثروات الأخرى التي تزخر بها البلاد وفي عديد المجالات. ضمن استراتيجية تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، دخلت محطة الباخرة المحطمة ببرج الكفان بالعاصمة حيز الاستغلال بقدرة إنتاج تصل إلى 10,000 متر مكعب يوميا. محطة المرسى بالعاصمة هي الأخرى تعرف وتيرة متسارعة في الأشغال، إذ من المرتقب أن تدخل حيز الاستغلال شهر جويلية القادم. حفصة جاني. مشروع محطة الباخرة المحطمة لتحلية مياه البحر، محطة مجهزة بجميع الآلات الحديثة التي تعمل على معالجة وتصفية مياه البحر وفق المعايير المعمول بها دوليا، ستساهم في تزويد المياه الصالحة للشرب بعشرة آلاف متر مكعب يوميا. كمية 23 ألف متر مكعب في اليوم من حوالي 1000 متر من الساحل، نقوم بمعالجتها عبر عدة 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 فلترات. الأغشية هذه اللي نستعملوها تقوم بفصل الملح
عن المياه. On a opté pour le dessalement. Aujourd'hui donc on est à pratiquement à 920 000 mètres cubes jour. Donc le dessalement représente 40%, les eaux souterraines 20% et les eaux de barrage 20%. Donc avec l'entrée en service inchallah à la prochaine station à Marsa ou à Corso, le dessalement passera pratiquement à 60%. محطة المرسى هي الأخرى عرفت نسبة المتقدمة في الأشغال تفوق 70%. يسهر على تجسيدها سواعد جزائرية مؤهلة لتدخل حيز الاستغلال خلال الأشهر القليلة القادمة. في مشروع محطة تحلية مياه بحر المرسى السعة تاعها 60,000 متر مكعب يوميا. المحطة هذه راح تساعد بشكل كبير في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. المحطة هذه إن شاء الله تدخل في حيز الخدمة في شهر جويلية. نتيجة الإنجاز من طرف شركة كوسيدر هي في الموعد، وإن شاء الله نكون في الموعد في أوائل شهر جويلية لتشغيل المحطة هذه الثانية في مرصد. أيادي جزائرية محظة وبتكنولوجيا عالية متحكمين فيها، استطعنا إلى تشغيل هذه المحطة، وإن شاء الله راح يكون نفس الشيء في المحطة القادمة في مرصد. تحلية مياه البحر استراتيجية بديلة تساهم في رفع وتعزيز قدرات توزيع المياه للساكنة، خاصة مع نظرة تساقط الأمطار خلال هذه السنوات الأخيرة. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، أشاد الرئيس محمود عباس بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية وبجهودها الكبيرة والهامة من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ونقل تطلعاته في الحرية والاستقلال. وكانت عدة مدن أمريكية قد شهدت مظاهرات حاشدة تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أنه بالرغم من تراجع تصعيد الكيان الصهيوني إزاء المسجد الأقصى ظاهريا وبشكل مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييق على المواطنين والمصلين لا تزال متواصلة، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بمراقبة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف من خطر حقيقي وجاد لنشوب حرب عالمية ثالثة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بذلك خاصة في ظل القطيعة بين واشنطن وموسكو. يحدث ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه اليوم وزراء دفاع ومستشاري نحو 40 دولة في ألمانيا بطلب من الولايات المتحدة، وهذا لبحث سبل تعزيز الدعم والإسناد للجيش الأوكرانية. وقد تزامن ذلك مع قرار موسكو بطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا كرد فعل على قرار مماثل من جانب برلين. ميدانيا، تواصلت العمليات الروسية في إقليم دونباس ومدن خاركيف ولفيف وغيرها، وهذا بموازاة إعلان موسكو عن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين العالقين في ماريوبول. في أوكرانيا، دائما من المرتقب أن يصل اليوم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، وهذا ضمن جهود وساطة يقودها بين موسكو وكييف لإعادة إحياء مسار المفاوضات الذي شرع فيه بأنطاليا التركية. وينتظر أن يتوجه غوتيريس بعد زيارته لروسيا إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي. في ختام النشرة، أجواء إيمانية مميزة مفعمة بالخشوع والتقرب إلى الله بالذكر وقراءة القرآن طبعت مساجد الوطن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. يرصد لنا الزميل محمد سلمي جانبا منها بالمسجد العتيق بغليزان. الله أكبر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، هكذا بدا المشهد من المسجد العتيق بغليزان. قيام للتراويح ودعوات المصلين. في شهر رمضان المعظم هنا نتلقى مع الإخوة والأحبة في هذا المسجد، نتذاكر، نصلي تراويح، نستمع للدرس اللي يقوم به الشيخ الحاج عبد الرحمن إمام المسجد، ثم بعد صلاة التراويح نقوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر الله عز وجل باسمه اللطيف. التسبيح تاعنا والذكر تاعنا والقرآن تاع بكري من بكري،
والحمد لله نعمة. كاين سر هنا يعرفه إلا الله سبحانه. لا يمكننا الحديث عن هذا المرفق الديني دون التعريف به ودوره المحوري في حفظ المنهج الوسطي النابع من ديانتنا السمحة. أسس في سنة 1898، وهذا المسجد الذي دأبه المحافظة على المرجعية الدينية وذات الوسطية والاعتدال، والتي تتماشى مع جميع أفراد الأمة الإسلامية خاصة الجزائرية، وهذا المسجد دائما وأبدا يحافظ على المذهب المالكي كطريق يمشي عليه للحصول على الثواب من الله سبحانه وتعالى، يعتبر منارة للفقه الإسلامي ومرجعا للفتوى منذ زمن طويل. ويبقى الخير يعم مجتمعنا ما دامت بيوت الله عامرة بالمصلين. بهذه الأجواء الإيمانية نأتي لختام هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.